فإذا جاع أكله، يأكل إلهه الذي يعبده. أصنام لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، تعبد من دون الله جل وعلا. وكان أهل قريش يأتون بالذبائح والقرابين يذبحونها عند هذه الأصنام، يذبحونها، يتقربون بها إلى هذه الأصنام، ذبائح تذبح لغير الله عز وجل. وكانوا لجهلهم يذبحون الذبائح، يقولون هذه لله كما يزعمون، وهذه لأصنامنا وآلهتنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وقالوا هذه لله بزعمهم وهذه لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هكذا كانوا يصنعون كفار قريش، بل العرب بدأت تكثر من صناعة وعبادة الأصنام، بل وجعلوا لهم بيوتا طواغيت يطاف حولها غير الكعبة. فهذه اللات عبدتها ثقيف، وجعلت عليها السدنة والحجاب، تقرب إليها القرابين وتزار وتشد إليها الرحال. اللات في ثقيف، ومنات عند الأوس والخزرج في يثرب، وكذلك العزة في منطقة تسمى نخلة، هذه التي حكى الله عنها: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها. سموها بأسماء وعبدوها من دون الله جل وعلا. هكذا انتشر الشرك، والشيطان يؤزهم أزا، فالشيطان أغلى غاية عنده أن ينشر الشرك في الأرض. الذبح لغير الله، دعاء غير الله، الطواف بغير الكعبة، العبادة لغير الله، السجود لغير الله، والركوع لغير الله جل وعلا، هذه انتشرت في مكة وما حولها من البلاد. وإذا بالشيطان يعشعش في بيوتهم وفي أسواقهم وفي نواديهم، بل كان كفار قريش يتشاءمون، فإذا أرادوا أن يسافروا سفرا طيروا طائرا ينظرون أين يطير، إلى اليمين أم إلى الشمال، فإذا كان إلى اليمين سلكوا هذا الطريق، وإذا كان إلى الشمال لم يسلكوا هذا الطريق، يتشاءمون حتى من الأسماء، حتى من الأصوات، حتى من الأيام، حتى من كل شيء انتشر بينهم التشاؤم. كثر العرافون، كثر السحرة والكهنة والمنجمون بينهم، لأنهم على غير هدي وعلى غير صراط. بل وصل الأمر في كفار قريش أنهم إذا نزلوا بواد من الوديان كانوا يستعيذون بالجن والشياطين، بسيد هذا الوادي، من الجن، من الشياطين. فإذا نزلوا في واد يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر هذا الوادي ومن شر الشياطين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عبدوا الأصنام، عبدوا الطواغيت، عبدوا الشياطين، ذبحوا لغير الله، استعاذوا بغير الله، استعانوا بغير الله، دعوا غير الله عز وجل. كل مظهر من مظاهر الشرك كان منتشرا في مكة وما حولها. هذه بعض أحوالهم. كانت العرب تعيش حياة جاهلية، حياة تعيسة على كل المستويات. أما حياة الدينية كما ذكرنا فكانت تعبد الأصنام،
بل كانوا ينسبون الشركة وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وإلى ابنه إسماعيل عليه السلام، وكانوا يعلقون صورتيهما داخل الكعبة يستقسمان بالأزلام. بل كانت قريش وسائر العرب تعيش حياة تحرم الحلال وتحلل الحرام اتباعا للشياطين. حتى الناقة التي تلد 10 من البنات سيبوها وحرموها، حتى أنزل الرب عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أنواع من الإبل كانوا يقطعون آذانها وكانوا يسيبونها ويقلدونها ويضعون عليها علامات فلا تؤكل ولا تمس ولا تقرب. من الذي حرمها عليهم؟ الشياطين. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وهكذا حرمت عليهم الشياطين أشياء ما حرمها الرب عليهم، وأحلت لهم الشياطين أشياء حرمها الرب عز وجل عليهم. أما اليهود والنصارى فلم يكونوا أحسن حالا. اليهود لم يكن همهم إلا جمع الأموال والسلاح وإثارة الحروب بين الناس والترأس عليهم، وهكذا حال النصارى. لهم رهبان يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. تلك عبادتهم. هكذا كانت الحياة. بل إن القبائل بينها وبين بعض كانت تتقاتل على أتفه الأسباب. ربما ناقة رعت في أرض ليست لها قامت بينهم حروب لسنوات طوال، وربما لسبب أتفه من هذا قامت بين القبائل حروب ومعارك طاحنة راحت من أجلها نفوس وأزهقت أرواح. هكذا كانت تعيش العرب. أما الزنا، أما العفة، فقد كانت في طبقة الأشراف فقط. أما أوساط الناس فالزنا عندهم مباح، وكان عندهم النكاح 4 أنواع. النوع الأول كنكاح الناس اليوم، المرأة تنكح بوليها بإذن وليها. أما النكاح الثاني فإن الزوج كان يقول لزوجته إذا طهرت: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، أي احملي منه، فتنام معه أياما حتى تحمل، ثم يأتيها زوجها بإذن وأمر زوجها. أما الثالث فكانت المرأة تختار 10 من الرجال يأتونها، فإذا حملت اختارت من شاءت منهم ويجبر أن يكون أبا له. أما النكاح الرابع نكاح البغايا المنتشر، أن تضع المرأة العاهرة تضع راية عند باب بيتها فيأتيها من شاء من الرجال، فإذا ولدت جاء أهل القافة فيلحقون الولد بأبيه، حتى أنزل القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بل كان الرجل يتزوج المرأة وأختها، بل كان يتزوج زوجة أبيه، حتى حرمه القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هكذا كانت العرب تعيش حياة بهيمية. بل كان الرجل ينصر أخاه وابن عمه نصرة جاهلية، ظالما أو مظلوما، وكان شعارهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حتى جاء الإسلام وعدل: الظالم أن تأخذ على يديه. أما في الجاهلية ظالم أو مظلوم ما يهمني، أهم شيء أن يكون من قبيلتي فأقاتل الناس دونه. أما المرأة فكانت مهانة، كانت ذليلة. حصل أن في قوم ربيعة قاتلوا قرية وقوما آخرين. قبيلة ربيعة قاتلت قبيلة أخرى، وكانت العرب إذا حصل قتال وأخذوا السبايا فإنهم يخيروهن بين الرجوع إلى أزواجهن أو البقاء مع من سباهن. في قوم ربيعة ابنة الحاكم ابنة أمير القبيلة لما خيرت اختارت من سباها، فألحقت العار بأبيها